أنا عماد الأرنب، بشتغل بالمطاعم. أنا صاحب الفكرة عماد سيريان كيتشن. نحن منقدم أكل سوري وشرقي عامة لغير السوريين والغير العرب. طلعت من سوريا بشهر 7/2015 على بيروت، تركيا، اليونان، مقدونيا، صربيا، هنغاريا، فيينا، بعدين ألمانيا، فرنسا، حتى وصلت لبريطانيا. بكالي 64 يوم كنا عم نطبخ. فبال 64 يوم وقت اللي بتطبخي لناس أول مرة بتشوف فيهم وبيحبوا الأكل وبيسروا منه، كتير بيكون الموضوع حلو وبيعطيكي دفع لقدام. كنا نطبخ بأشياء كتير بدائية وبسيطة، يعني هو غاز صغير اللي عليه اللي بالقنينة الغاز، المفروض هذا لشخص واحد، كنا نطبخ لأربعين شخص. سكين واحدة وطنجرة واحدة، فنحن مضطرين نطبخ أكثر من مرة. وبالشارع أنا كنت نام على درج الكنيسة بهذول الأيام. صح كنا ظروف صعبة وقاسية، بس كل يوم كان في عنا في جديد. الأكل السوري أكل خفيف محبب، طريقة إعداده بتاخد وقت طويل، بس لأنه كل المكونات تبعه تازة وفريش. أول ما وصلت على بريطانيا اشتغلت بسكراب يارد، وبعدين اشتغلت كبائع سيارات. طبعاً هدلون المهن أنا ما بعرف عنها شيء، بس كنت عم بحاول أعمل ولو رأس مال صغير أقدر بلش في موضوع المطعم. بالبوب اب بلش الدعم من اليونيسيف وابير هير وهامستيد كيتشن. نحن اصحاب وكانوا ضيوفي على العشاء وحبوا كثير الفكره. بيسالوني انه شو عندك بتسعة ثلاثة؟ كانت القصه بتسعة ايام انه نحن هلا بدنا نبلش لانه في مين حابب يدعمك بالمحل لمده اسبوعين. ليلة في عنا طبعا غير المقبلات اللي هن مثل العادة، فتوش، تبولة مسبحة، وعنا نوع جديد سلطة فريكي. بالنسبة للطبق الرئيسي حيكون كباب هندي، طبق من أطباق دمشق اللي كتير معروف. هلأ هون عم يحب ببريطانيا، عم يحبوا الفكرة تبع طاولة العيلة بسوريا. عم ينزل الأكل على الطاولات بنفس الطريقة اللي منقدمها بسوريا، عبارة عن جيري، يعني كل حدا بياخذ من كل شيء. حلمي للمستقبل عماد سيريان كيتشن تكون إن شاء الله أكبر. أول شيء البيرمنت لوكيشن كثير مهم بالنسبة لي، والشيء الثاني إنه أقدر أصل لأكبر عدد من الناس قدر المستطاع.